تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نظم مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الندوة الدولية حول موضوع البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي، وذلك يومي 31 أكتوبر وفاتح نوفمبر الماضيين بمقر مجلس المستشارين. واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الموضوع، وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نص الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المعرض العالمي ميلانو إكسبو، حيث أبرز أن الرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب. إعطاء الانطلاقة الرسمية للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي يعد محطة أساسية لتسييد دور رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي في تقوية روابط التعاون بين بلدان المنطقة، وتجسد أيضا سعي الرابطة لأداء أدوار أكثر فاعلية وتأثيرا في مضمار الجهود الدولية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني المتعلق بال القضاء على الجوع بحلول سنة 2030 وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. وهذه المناسبة تعد محطة أساسية لتسييد قيام البرلمانات بمسؤولياتها أمام العقبات التي تحول دون تحقيق النمو المطلوب من حيث الإنتاج الغذائي، وخاصة ما يرتبط بالتغيرات المناخية في دول الجنوب ولا سيما في إفريقيا والعالم العربي. احنا كمشرعين استشعرنا على مستوى رابطة مجالس الغرف الثانية في أفريقيا والعالم العربي، استشعرنا خطورة الموضوع، وبالتالي اليوم سنطلق أولى جلسات الشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي. الندوة كانت مناسبة للدعوة إلى تكافؤ الفرص في الولوج إلى التغذية السليمة في جميع أنحاء العالم والتفكير في أساليب مبتكرة لتعزيز وفرة الغذاء لا سيما في إفريقيا والعالم العربي. وجرى التوضيح أن تعزيز وفرة الغذاء يتم من خلال الاستثمار في التكنولوجيا لدعم البحث العلمي والاستفادة من المكتسبات العلمية والتقنية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي. وهذه الندوة تعد إطارا تنمويا واعدا للقارة الإفريقية، علما بأن الأمن الغذائي يوجد في صلب اهتماماتها خاصة على صعيد استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2024 والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا الذي تم اعتماده منذ سنة 2003. وفي هذا الإطار جرى التأكيد أن القارة الإفريقية تسجل أكبر عدد من حالات النقص الغذائي الذي يطال حوالي 260 مليون شخص، كما أن العدد يفوق 21 مليون شخص بالعالم العربي الذي يستورد أكثر من 50% من السعرات الحرارية التي يستهلكها، حيث يعيش حالة عز غذائي تزداد حدة يوما بعد يوم. لذلك ليس من الغريب أن تتجاوز المنطقة العربية التعريف الشائع للأمن الغذائي ويتم ربطه بالأمن القومي. تعلمون جميعا بأن إحصائيات سوء تغذية مرتفعة منذ سنة 2015، فاليوم وصل العدد ل 821 مليون شخص يعانون من الجوع، شخص واحد على 10 بالعالم وشخصين على 10 بإفريقيا. وعلى هامش أشغال الندوة الدولية حول البرلمانات ورهان الأمن الغذائي أعلن عن تأسيس المنتدى البرلماني إفريقيا أمريكا اللاتينية أفرولاك، وهو عبارة عن شبكة بين جهوية مستقلة للبرلمانات الوطنية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وحسب الميثاق التأسيسي الذي وقعه رئيس مجلس البرلمان المغربي ورؤساء برلمانات عموم إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي والاتحاد البرلماني الإفريقي أمريكا الوسطى والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية والأنديز، فإن المنتدى يهدف إلى أن يكون فضاء للحوار التفاعل البناء وأرضية لالتقائية العمل البرلماني في أفق تيسير الاندماج الجهوي وتعزيز التعاون جنوب جنوب. كما يتوخى هذا المنتدى أن يشكل آلية للترافع وإسماع صوت شعوب القارتين بشأن قضايا السلم والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والعالم
والعدالة المناخية والحكامة الديمقراطية العالمية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. الندوة الدولية حول البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي تأتي في سياق إغناء النقاش وإثراء الحوار والتشاور البرلماني وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تمهيد الطريق أمام العمل البرلماني المشترك إلى جانب الحكومات والقطاعات المختلفة ذات الصلة، لا سيما من خلال تشجيع الاستثمارات في ميدان دعم وضمان استدامة ووفرة ونوعية الإنتاج الغذائي ومواجهة النقص الحاد في الإنتاج الغذائي وجعل معدل الزيادة في إنتاج الأغذية يتناسب مع النمو السكاني العالمي ومجابهة العقبات التي تحول دون تحقيق النمو المطلوب من حيث الإنتاج الغذائي.